سنتابع مع بعض رحلة الميلاد في مدينة الناصرة. لماذا استخدم الرب الملاك جبرائيل ليبشر مريم بقدوم المخلص؟ ماذا تعرف عن مدينة الناصرة؟ لماذا الميلاد العذراوي؟ وهل تنبأ الكتاب المقدس عن ولادة المسيح من عذراء؟ وما هو المفهوم الروحي من ولادة المسيح من عذراء؟ ماذا كانت تعني الخطوبة في شريعة العهد القديم؟ وكم كانت مدتها؟ وأسئلة أخرى سنعالجها في البرنامج الخاص برحلة الميلاد. شاهدوا معنا هذه الرحلة من المواقع الكتابية من أماكن الحدث نفسه.